اهلا بكم من جديد، وبنرحب بكل اللي انضموا لمتابعة صباح البلد. ودائما الكابلي اذا تغنى للوطن يبدع، اذا تغنى للحبيبة يبدع. ودائما الغناء للوطن هو يعني من افضل ما يمكن ان يقدمه الانسان لوطنه، خاصة اذا كان وطن زي السودان الحبيب المترامي الاطراف بتنوعه بقبائله وعاداته وتقاليده المختلفة. نتواصل في هذا المشوار، والحديث هو عن احنا قلنا الراهن السياسي بيكون الموضوع جاف شوية، لكن احنا هنخلي اول شيء البداية تكون لهذا الوطن الكبير بأغنياته الرائعات، بجمال انسانه وسحناته المختلفة والوانه المختلفة وثقافاته المتعددة والمختلفة. انا برحب بداية في هذا الصباح بالأستاذ محمد عبد القادر، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. مرحبا بك في صباح البلد. مرحبا أخ محمد عبيد، مرحبا بك وبمشاهدي قناة البلد في هذا الصباح، ونتمنى أن يكون هذا اليوم يوم للوطن، ونحن يعني نستهله بوصايا الكابل الخالدات مثل ما استمعنا قبل قليل. دائما يا محمد، الغناء للوطن هو من أصدق الغناء. وأنا عندي رأي طبعا، بقول إنه يعني نحن مقلين في شأن الغناء للوطن، لأن نحن بنحفظ يمكن قصائد محدودة ومعدودة، زي ما غنى الأستاذ الراحل الكبير عبد الكريم الكابلي بأملنا وبعملنا وبالمحنة وبوفى النيل في دمانا بنبني جنة، وبقية الوصايا الخالدات في هذه القصيدة. وبعد ذلك طبعا نحن عندنا هو أسماء، يعني أستاذ مراحل كذلك السلكدور في أرض الخير أفريقيا مكانه للكاشف، وبرضو يعني نتذكر كذلك الراحل الكبير محجوب شريف شاعر الشعب الذي تغنى له وردي بمجموعة من الأغنيات الوطنية، ونتذكر الراحل عثمان الشفيق. أنت ملاحظ أنه كلمة الراحل اللي هي قاسم مشترك بين كل هؤلاء الذين كتبوا هذا الغناء الجميل وتركوا هذه الوصية ورحلوا، ومن واجبنا يعني تجاههم أن نحمل الوطن في حدقات العيون. كذلك في كثير جدا طبعا من الأشعار، أكتوبريات الأستاذ محمد المكي إبراهيم، نعم الحمد لله الصحة والعافية، ونحن من جدودنا زمان وصونا على الوطن. قبلية برضو خليل فرح، محمد حسن جمعة، وقبلية طبعا خليل، يا سلام، من زمان المستعمر. لكن عموما نحن مقلين في حب الوطن. هل الحاجة دي هي نتاج لأنه نحن إهمالنا أو عدم احتفائنا الكبير بالأغنيات الخالدة وأغنيات الوطن دي هو ناتج من فعلا نحن ما عندنا هوية مشتركة، يعني ما عندنا مشتركات متفق حولها فيما يتعلق بالفنون؟ هل اهتمامنا بالصراع السياسي والقبلي هو بيقلل من هل هو يقلل من اهتمامنا بالاغنيات الرائعات اغنيات الوطن وكذا؟ والله يا محمد، هي ممكن انا اعتقد انه هو ما في مشترك اكبر من الوطن. يعني احنا بنعايش انه في يمكن دول فيها قوميات كثيرة جدا وفيها شعوب، لكن في النهاية بتجمعهم في الوطن الواحد، والوطن هو الذي يمكن أن يؤلف بين كثير جدا من المطمعات. يعني حتى إذا كان احنا عندنا اختلاف في الهوية، اختلاف في السحنات، اختلاف حتى في اللغة، ولكن نحن شعب السودان في النهاية. يعني أعتقد أن السودان ده معنى كبير وقيمة كبيرة، وانا طبعا عندي برضه يعني راي ان السودان ده يعني ليس شعبا واحد، مجموعه بتاعه شعوب موجوده في بلد في بلد. هل دعم القوه اللي عامل تفرقه يعني؟ هو في العالم كله دعم القوه، يعني نحن لابد ان نوظف هذا التنوع وهذا الثراء في الثقافه وفي العادات وفي التقاليد وفي السحنات وفي اللغات وفي اللهجات. استاذ محمد، كثير جدا من الشعوب جداً. كثير جدا من الشعوب يعني الفن هو الجامع بالنسبه لها، يعني بتلقى صوت الفن اي دوله او اي مجموعه او اي شعب
بيحتفي، بيكون صوت الفنون عنده عالي، بتقل عنده الصراعات القبلية والأيديولوجية والسياسية. هل قوة الفن ده ناتجة من التخطيط السياسي للحكومات، ولا هو اهتمام الشعوب بذات بالفنون عشان تقدر ترتقي وتقلل من عملية الصراعات والخلافات؟ الغريب يا محمد، نحن عندنا يعني كثير جدا من الفنون والتراث الذي يمكن أن يسهم إسهام حقيقي في التنوع، لكننا نفتكر أنه نحن أزمتنا هي أزمة سياسية في المقام الأول. وأنا لحد كبير جدا كنت بقول له أن كل الاتفاقيات السياسية التي تبرم بين القوى السياسية والقوى المسلحة وكده ما فيها وجدان، يعني هي اتفاقيات جافة جدا ما فيها أي أثر ولا فيها أي وجود للثقافة ولا فيها أي يعني محاولات ترويض أو توجيه الثقافة في توحيد الوجدان السوداني. ويمكن المزايا اللي أنا كنت بستدل بنفاشة كثير جدا، اتفاقية نفاشة أهملت الفنون تماما وأهملت الثقافة تماما، وظلت هي نصوص سياسية جافة جدا قادتنا للانفصال. لو حدث أي تطوير في هذه الاتفاقية، الناس اعتمدوا على المداخل الناعمة الفنون في توحيد النسيج الاجتماعي، أنا أعتقد أننا كان كسبنا جنوب السودان وما كان انفصلوا بقى دولة. وعلى ذلك قس يعني في اتفاقية دارفور التي وقعت في الدوحة، بعد ذلك حتى الآن في وثيقة جوبا، يعني شوف الثراء الذي تتمتع به قبائل دارفور، لكن بيظل صوت السياسة والحرب هو الأعلى في الاتفاقية. رغم أن من جانب آخر حتى في الدعوة للحرب هناك توظيف للحكامات وتوظيف للتراث الدارفوري الموجود وتوظيف لكثير جدا من الفنون في دق ناقوس الحرب، ولكن في السلام أنت لا تجد فعل ثقافي أو فعل وجداني يمكن أن ينتج واقع جديد، يعني أو ينتج واقعا جديدا. نعم، في يعني موضوع دارفور أستاذ محمد اسمح لي أنه في دارفور تحديدا، يعني قبل سقوط نظام الإنقاذ كانت الحركات الدارفورية وبعض منها موقع الآن زي حركة عبد الواحد محمد نور مثلا، كانت بترى بأنه لابد من إسقاط نظام البشير باعتبار أنه نظام ديكتاتوري بالتوصيف. يعني لكن بعد سقوط النظام ظهرت مصطلحات جديدة تتعلق بالحديث عن مخاطبة جذور الأزمة، الحديث عن الهوية الثقافية أو الهوية السودانية، تحديد شكل الهوية السودانية ووضع إطار موضوعي للقبائل تكون هي كلها مشاركة في مناهج السودان، في الثقافة، في الفنون. تحدثوا عن أزمة تاريخية هي حاضرة. الأزمة اللي بتكلم عنها الحركات المسلحة التي لم توقع، والآن في أصوات برضو داخل النظام الحالي من حركات يعني دارفورية تحدث عن إنه هناك إهمال ثقافي متعمد للقبائل الإفريقية وبعض القبائل في جبال النوبة. أنا أعتقد إنه طبعاً دي شعارات بتاع السياسيين، يعني وفي النهاية نحن أصلاً أزمتنا الأساسية يا محمد إنه السياسيين ما بقاعد يفرقوا بين التكتيك والاستراتيجي، وبركبوا كل المطالب وبرددوها يعني مهما كانت خطورتها على النسيج الاجتماعي. لكن الثقافة أنا كنت أفتكر أنها هي المصدر الثراء الحقيقي بالنسبة للشعب السوداني والتراث والتمازج الأفريقي العربي اللي أنتج الشخصية السودانية. ما نحن عندنا صراع هوية وقاعد نفتش في هويتنا دي كثير جدا، لكن هنا وصلنا لأنه نحن سودانيين يعني. والسوداني ده أنا أعتقد أنه هو توصيف كامل، يعني توصيف كامل يعني بجذور العربية بجذور الأفريقية، وتبقى المزولة بعد ذاك القدرة على التعايش، يعني خلق نسيج اجتماعي متعايش ومتماسك، وده بيتم بتوظيف أو الثراء الموسيقي والثراء الغنائي والثراء الوجداني الموجود عندك في الخارطة السودانية. السودان ده فيه أكثر من 300 قبيلة يعني،
وكل قبيلة عندها تراثها وعندها إرثها، ودي حاجة أنا أفتكر إنها هي جاذبة جدا. لكن القبائل دي تحديدا ما تلقى نفسها في الإذاعة مثلا، يعني لأنه الإذاعة السودانية هي اللي وحدت وجدان الشعب السوداني في كثير جدا من حاجاته، يعني في الفن. طبعا يا محمد في مظالم، يعني في مظالم تاريخية، لكن منو الغيب الحاجات دي عن الإذاعة؟ يعني هل ده كان فعل متعمد من قبل نخب شمالية أو نخب نيلية؟ أنا ما أفتكر المزة دي مزولة متعمدة. وميزة الفنون هي الوحيدة اللي يعني ممكن تجتاز يعني إذا كان في أي كمين سياسي أنت ممكن تتجاوز بالفنون، إذا كان في أي عزلة ضاربة عليك سياسة أو اتفاقية سياسية أنت ممكن تكون الفنون هي جسر العبور للآخر، لأنه في النهاية دي مسألة أنت ما بتقدر تسيطر عليها، مسألة المزاج السوداني. المزاج السوداني الآن بتلقى مثلا محمد النصري عنده جماهيرية عالية جدا في مناطق الجعاليين كويس، أو بتلقى الفنانين بتاع الوسط كلهم بيسمعون ناس دارفور مثلا تمام، أو بتلقى أغنيات دارفور وإيقاعات دارفور كلها موجودة في الوسط، جراري والمردوم وفي نماذج كثيرة جدا يعني جات هنا الخرطوم وكسحت فنانين الوسط. إذا تكلمنا عن تجربة عبد القادر سالم، إذا تكلمنا عن تجربة عبد الرحمن عبد الله، إذا تكلمنا عن تجربة عمر إحساس، فالفنون دي ما في سياج، أنت ما ممكن ترسم سياج تقول يا أخي الفن ده يخش هنا وما يخش هنا. لكن لحد كبير جدا نحن برضه محتاجين في الخارطة الصحفية بتاعتنا لأنه نعمل التنوع بتاعنا كويس، ونتجاوز يعني أي إخفاقات، لأنه الإخفاقات دي أنا ما أعتقد إنها هي، أو الأخطاء دي ما أعتقد إنها هي خاصة في مجال الفنون، ما كانت متعمدة بحيث إنك أنت تعزل صوت عن الآخر. وفي النهاية رغم ما يقال الفنون دي وصلت يعني لكن وصلت، يعني هسه يزول في شمال اقصى شمال السودان بيغني مثلا تومي هوي او بيغني لمنبارة، او تلقى اغنيات النصري في اقصى غاصي شرق السودان، او اغنيات الشرق بتاعت نسيج دوشكا بيرددوها الشباب في الخرطوم وكده. بالمناسبه الفنون دي هي الوحيده اللي استطاعت انها تتمرد على 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 على, 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 على مكايد وعلى زي ما تقول عمايل الساسه. والسودان ده انا افتكر انه لحد كبير جدا انا قناعتي الخاصه انه زي ما وحدوا الطرب الصوفيه برضو الفنون عملت منه نسيج وحيد يعني واحد ومتماسك. على كل حال احنا يا محمد محتاجين ان احنا نحب هذا الوطن، نعم نحبه بصدق يعني. نعم في هذه في موضوع حب الوطن، هذا الوطن الكبير السودان، يعني التنوع اللي تكلمت عنه فيما يتعلق بالثقافة والفنون بقى هو الطريق الساهل للوصول للسلطة، يعني هذه البكائيات عن طريق الحديث عن مظالم تاريخية لقومية سودانية معينة، أو الحديث عن إنه سيطرت نخب نيلية، أو مثل هذه الأشياء، هل هي بالفعل أصبحت هذه الموضوعات السياسية والتاريخية هي المدخل للوصول للسلطة؟ وطبعا يعني أنا قلت لك قبل شوي إنه يعني في سبيل الوصول لكرسي الحكم والدفع بخطاب يعني يولد عاطفة تجاه قضيتك، أساس السودانيون لا يفرقون بين الاستراتيجي والتكتيك، ولذلك هم دخلوا في كثير جدا من المطالب التي يعني توشك الآن إنها هي تفرتق البلد يعني. وانا في تقدير انه برضو انفصال الجنوب هو في النهايه كان تصور تكتيكي لرفع سقف المطالب، انتهى بانفصال. وانا في انا افتكر انه حتى جون جرن، الدكتور جون جرن لم يكن انفصالي، كان وحدوي وكان يحلم حتى القبول اللي وجده في الخرطوم كان مفاجئ بالنسبه لي، كان يعني تتأمل يعني الاستقبال والقبول الذي وجده في الخرطوم، حشود الساحة الخضراء في وقت يعني لم تكن في الخرطوم تعرف مثل هذه الحشود. ولكن بعد ذلك اللعب بالاستراتيجي أو بالتكتيكي تحول إلى قنابل موقوتة، منها الانفصالات، منها الحديث الآن يعني انفصال الجنوب كذلك هو آخر أطراف كثيرة جدا في السودان إنها هي تطالب بالانفصال. الآن في أطراف في السودان بترفع ورقة الانفصال، ولك ان تتامل كذلك السيناريو الذي يمضي الان في شرق السودان.
وجبال النوبة أيضا يعني وجبال النوبة يعني أنا أعتقد أنه نحن محتاجين لسياسيين عقلاء يعني عارفوا يعني كيف يخاطبوا القضايا الاستراتيجية والقضايا القومية. وحدة السودان وتماسك خريطته ده ينبغي أن لا يكون أصلا محل أي مزايدة أي مزايدة سياسية. هنالك حديث يعني عن المواطن وحقوق المواطن يمكن تكفير القوانين يمكن تتضمن فيه الدستور رد الله غربته طبعا احنا ما عندنا دستور يا محمد يعني هم بغياب الدستور واحد من الازمات اللي اي ما عندنا دستور حتى الان البلد ما شغاله بدستور ولا شغاله بقوانين ودي برضه من عمايل الساسه فهو السياسه السوداني هو ازمه السودان بالمناسبه. وانا دائما بقول انه السياسه دي هي يعني في تعريف البسيط هي فن تجنيب الشعوب المأساة. ولكن احنا للاسف الشديد عندنا اساسا متخصصين في انه يشيلوك ويدخلوك في المأساة كمواطن وكوطن. وهذه المسألة ما فيها اي وعي. انا اعتقد انه نحن نفتقر لسياسيين ناضجين بيتمتعوا بوعي استراتيجي وبيتمتعوا بوطنية خاصة وبوعي قومي. لا كذلك يا محمد انت برضه افتكر انه الان كثير جدا من الاطراف السياسية في الملعب السوداني هي مشدودة لأجندة مخابرات ومطامع إقليمية ومطامع دولية. دي برضو واحدة من الأجندة. هنجي للتفاصيل الأكثر عمقا في السياسة برضو نحن بنتيح الباب ونفتح المكالمات لكل أصدقاء البلد وأصدقاء الصباح في هذا اليوم وهذه الرمزية التي يحملها 30 يونيو. وكان مدخل الحلقة الحديث عن الفنون و كيفية يعني أو إمكانية مساهمتها في توحيد المزاج السوداني في إعلاء شأن الفنون دائما ما يقلل من الصراعات ويقلل من الدموية التي سيطرت على السودان في فترات تاريخية متقلبة. بسعد بالجميع بتواصلكم. قبيل انا في البدايه بديت ب يعني حديث تاريخي عن الصراع حول السلطه اللي بيتم دائما الاحزاب السياسيه فيما بينها والاحزاب والعسكريين من جهه واستخدام ايضا القوه للوصول الى السلطه والمآلات اللي ممكن واحد من المآلات تكلمت عنها قبل شويه هو غياب الدستور الدائم اللي بيحكم به السودان وده احد الازمات الكبيره جدا اللي بيعاني منها السودان الان. هذا الصراع الى اين يعني متى يتوقف وما هي اسباب استمرار هذا الصراع بين الكتل السياسيه والعسكريه؟ والله يا محمد طبعا ده سؤال كبير لكن احنا لحد كبير جدا ما لم تؤمن الاحزاب نفسها بالديمقراطيه داخلها فانا ما اعتقد انه الحال حيتغير يعني لانه للاسف الشديد يا محمد انه الان الاحزاب بتهرب من الانتخابات يعني والاحزاب فيها مشاكل كثيره جدا يعني منذ عهد الانقاذ وما سبق وتعرضت لكثير جدا من الانشقاقات وتعرضت لكثير جدا من الاختراقات والتي يعني اضعفت قيمتها السياسيه واضعفت تاثيرها على الراي العام وعلى الشارع السوداني واصبحت هي بعد ذلك انا اعتقد انها يعني مجموعة بتاعت واجهات ولافتات لكن ما عندها أي تأثير. ودي مسألة مهمة جدا انه لانه نحن بنتكلم عن الديمقراطية انها تبنى في المؤسسات العسكرية، المؤسسات العسكرية دي اصلا معروف ان هي عقيدتها عقيدة عسكرية وعقيدة واحدة والصراع بين العسكر والمدنيين في السودان نفتكر انه هو حديث يطول شرحه. لكن لحد كبير جدا في كلام بيزعل الناس يعني والناس تقوله يعني